مش عايز اقول لحضرتك البيت من غيرك ملوش اي معنى. الو؟ ايوه عمي، تقريبا الارسال وحش. الو الو الو، هو حماك وحماتك دول قاعدين عندكم على طول؟ ما بعرفش اقعد مع مراتي لوحدينا ابدا. يا نهار اسود، ربنا يكون في عونك. مجينا. هاي هاي، اليوم احتفال سنوي للقبيله، نرجوكم الى الدور. والله للاسف يا مجيده مش هنقدر نحضر. مش هينفع خالص يا مجيده، مش هينفع. احنا طيارتنا النهارده الفجر، يا دوبك نحضر حاجتنا. احكام بليز درينك فود. يخرب بيتك، ده انت راشق في اي مصلحه. درينك درينك، تعانس تعانس تعانس. وانت صعب صغير قوي. والنبي احسن نروح ندانس، انا بحب الدانس قوي. ده احنا هننبسط. وش شكلك هتضيعنا. وش النوم خفيفا زي ما يحبكم لتخطبوا. وعلى ايه الغضب؟ على ايه الغضب؟ لا بالنسبه لي انا لسه واكل. كل اهالي ده بيكح اسود كله. ده حلو قوي. ايه ده؟ فروة راس الكرت. كلام عليك. تعالى تعالى، احنا صحابنا ولا ايه يا عم؟ تعالى معانا. تعالى. يا تشوسه يا ولد. واي لا الحياة ما بعرفش العب ناي. حاضر حاضر. واو يا ولد وباين دوت يا مان. الله يحرقك. دي كذا لهم يا بابا. يا 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 حاج بيقعد يبص عليك. لا لا كيف من اولى. لا 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 لا، جو الزئير ده ما ياكلش معانا. احنا خلاص حششنا مع الاسد. الحاج مايوم بيركب الهوا. ايوه ابي يعني انتوا ولا ما يعني ابي لا ما بتعطي انتوا لا تبقوا بصي بان بقى ابي لا ما بقى يبعت الدم انت يا بصي بان بقى بصي بان بقى. أتبعن أشك راجل في الكابيلا، وأنادي هل من راجل ونفسه؟ هو يا كابيلا ما فيكش راجل. ولا ليه؟ ما تهجوا يا حسام، روح ارفع وش مصر. سمعني يا أحلى ضرب بونجت، ارمي حمولك عليا. لا إله إلا الله. Oh, my God.
مال ركاب. وعاشور الناجي وكده؟ ده انت جيتني في منطقتي. بعد اذنك. ابو بوفو. بوبو ايه يا استاذ؟ بعد اذنك اربط الحزام هنعمل لاندنج. هاني. احنا فين هاني؟ هاني. لف بقى يا جماعه كده، انتوا مأجرين عجله. اخرس خالص، اخرس خالص يا بني ادم، انت مش سواق تاكسي ومشغل عداد وهتاخد فلوس. مالك انت؟ تاكسي ايه اللي انتوا عايزينه؟ انتوا عايزين قفص في الاخر اروحكم. مش كلهم تدور على محل لبس؟ وفي محل لبس فتح الساعه 3 الصبح؟ تعرف اكتر حاجه مضايقاني يا عزام؟ ايه؟ يا انت معاك صاحبي وبيكلمني بترد فيني يا بني ادم؟ اللي معاك خد ودي معايا في الكلام. اخرس. اكتر حاجه مضايقاني الكاميرا اللي انا نسيتها هناك. هي الكاميرا بس؟ دي هدومنا كلها. الحمد لله ان احنا رجعنا بالشنطه اللي فيها الباسبورتات والفلوس. ايه يا بني ادم؟ صاحبي بيقول لي انا هرد، انت بترد ليه؟ قاعد معاك، بترد ليه؟ بترد ليه؟ مش خالص. ماشي ماشي، اهو مرتفع. انت انزل. يلا انا هنزل. سلام. سلام. وانت حراميه ولا ايه؟ اعمل فيه ايه ده؟ اعمل انفضك بالمرايه في زورك؟ اعمل اموتك ولا ايه؟ انزل. يلا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. مش عايز مننا ايه؟ مش عايز مننا ايه؟ خلاص خلاص. اصحى 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 اصحى. ايه يا لك فتحت بوقي؟
سبب المهندس حسام مدبولي بعد تصرفه الغريب في إثارة الفزع في مجمع سكني هادي. لعبتها صح، لعبتها صح قوي نيفين بنت فوقية. الصورة على النت في كل حتة. معقولة الحقد ده يوصل للدرجة دي؟ تبعت شيماء تشتغل عندي عشان تتجسس عليا؟ يو بيحصل أكتر من كده كمان، أنت ما شفتيش فيلم مهمة في تل أبيب؟ ده وقته، ده وقته. اسكت خالص. أهلاً أهلاً يا باشمهندس، الحمد لله على السلامة. فين شيماء؟ فين شيماء؟ طردناها بعد الفضيحة اللي أنت كنت السبب فيها. ما هو بصراحة حماتي مش أنا اللي عملت الفضيحة، اللي عمل الفضيحة حماية. نعم؟ نعم الله عليك يا سيدي، مش أنت اللي مرخص مسدس بقالك 80 سنة ما ضربتش بيه طلقة واحدة، جاي عليا أنا وتعملي فيه عبد موتة؟ وأنا عمالة تقول حرامي حرامي حرامي. عاوزني اجري وراك بباشا؟ المهم اتاكدتوا ان هي اللي عملت المصيبه السودا دي؟ ايوه طبعا، شفنا الصور على الموبايل بتاعها بعتها لنيفين. مامي هو انا كده مجلس الاداره مش هيختارني؟ لا طبعا يا حبيبتي، وهو السبب. السبب ايه بس يا حماتي؟ انا كنت جاي اعمل مفاجاه لفريده. مفاجاه زي الزفت، جاي من السفر يا حبيبي، لابس لي ريش، عايز تعمل ايه؟ ديك رومي؟ ديك رومي؟ ما تتكلم يا متر. انا مش فاهم انتوا مكبرين الحكايه قوي كده ليه؟ يوم مجلس الاداره بتاعكم لما يجي يزوركم زي ما زينب قالت ويعرفوا ان انتوا عيله سعيده فعلا، ساعتها هيتاكدوا ان كل دي اشاعات. يا ريت يا بابي ده اللي يحصل. عارف يا حسام، انا لو مجلس الاداره ما اختارنيش انا مش هنساها لك. هي دي بقى المشكله، الست لما بتقوم بواجباتها وبتبقى مطيعه الراجل بيفتكر انها مقوره ومذلوله وبتاخد بالجزم. لكن خلاص الكلام ده كان زمان، دلوقتي الست بتشتغل وبتدخل فلوس يعني راسها براسه. احنا بنعمل كل الحاجات دي وبرده مش عاجب يا ست فهيمه. باردون يا حبيبتي، المدام اسمها فريده، يا ريت من فضلك تشيل ده في المونتاج. بتقف عليا وليه يا انت؟ ها؟ انتوا جايين تقلبوا نسواننا علينا ولا ايه؟ هي الست قالت حاجه غلط يا راجل. هي ما قالتش حاجه غلط؟ طب روحي وانت طالع. يا لهوي، انت جاي يا اختي تهوي على خرابي، ادي اتطلقت يا لهوي. خلاص يا وليا، قومي يا ابني انت وهو هات السوان وهات الوليه المجنونه ديه. ايه يا عم سخنان كده عليا ليه؟ انا عن نفسي كنت بفكر اطلق، بس انا لقيت فكره احلى. انا وانت بقى نشوف لنا مزيتين كده حلوين نتجوزهم يدلعونا وش. طب انت عيل واطي وقلبك يطوعك وتقدر تعمل كده، لكن انا اعمل كده فريده؟ اتجننت ولا ايه؟ انا ادخل البيت الاقي واحده تانية في الشقه غير فريده؟ اطلع افتح باب اوضتي اخش الاقي واحده تانية غير فريده؟ ده مستحيل.